السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله في قناتي وقناتكم مطبخ رشيده. اليوم جيت لكم بواحد الحلوه زوينه ولذيذه، سميتها بيسكوت او كوكيز، كل واحد كيفاش كيقول ليه. كيجي ساهل وهشيش وما فيش المقادير بزاف. نبدا معكم على بركه الله. هنا عندي الزبده، انا كنخدم بهاد الزبده هكا كتجي زوينه الحلوه. هنا عندي كاس ديال سكر كلاصي، هنا عندي نص كاس ديال الزيت العاديه، هنا عندي كاس ديال الكوك كيسان العادي اللي كنشربو بهم اتاي، هنا عندي واحد جوج بيضات، هنا عندي واحد الخميره حمراء، واحد فاني، هنا عندي 4 المعالق ديال الكاكاو المر، هنا عندي الشكلاط ديال 4 دريال. هنا البنات عندي الشكلاط ديال 4 دريال، جبت واحد 2 دراهم ديال الشكلاط وقطعتها هكا صغيره. عندي هنا الشكلاط كحل والشكلاط بيض. عندي هنا الطحين، هنا عندي الطحين الابيض الممتاز، الدقيق الابيض اللي تيكون بيض ديال الحلوه. دابا ندوز معاكم العجينه. الشكلاط راه حطيته في الثلاجه باش يبقى عندي بارد، ما خصنيش نديرو سخون، يكون الشكلاط بارد في الفريغو. هنا البنات ندوز معاكم العجينه. الزبده ما تكونش في الثلاجه، تكون على برا الا بغيتوا تخدموا بها باش ما تعذبكمش. تقريبا هاد البواطه فيها 100 غرام تاع الزبده. هنا غادي ندير سكر كلاصي، كاس ديال سكر كلاصي، غادي نخلط هاد السكر كلاصي مع هاد الزبدة مزيان. من بعد نضيف عليه الزيت ونضيف عليه البيض. كتجي هنا من بعد ما درت الزبده مع السكر كلاصي غادي ندير الزيت، نص كاس ديال الزيت. هنا غادي ندير البيض، هنا غادي ندير البيض، 2 بيضات، غادي نخلط كلشي ومن بعد ندير الكوب. خلط مزيان هاد البيض مع الزبده. غندير عليه الكوك، كاس ديال الكوك، غندير فاني، هنا غندير فاني، غادي نخلط كلشي مزيان حتى يتخلط مزيان ونرجع معاكم. هنا البنات من بعد ما خلطتو مزيان كيجي على هذا الشكل هكا، غادي نقسمو على 2، غادي ندير واحد بيض وواحد فيه الكاكاو المر، غادي نقسمو على 2 ونرجع معاكم. هنا البنات قسمت الخليط على 2، هاد غادي ندير فيه الطحين وندير فيه شويه الخميره. هنا البنات غنضيف الطحين
طحين على حسب الخليط. غادي ندير نص الخميره، نص فيها والنص الاخر نخليه النص العجينه الفراغ. نخلط ما تكونش قاسحة بزاف، تكون العجينة جارية. من بعد نضيف عليها الشكلاط. العجينة ما تكونش قاسحة بزاف، ما غاديش ندير الشوكولاط كله، غنخلي شويه لفوق. شفتوا تقريبا هادي راه 2 دراهم ديال الشوكولاط، ندير 4 دريال. صافي على هاد الطريقه هكا، شكون كيجي على هكا، نخليه هكا ونزيد عليه والو باقي. حتى الا كان العجينه قاسحه بزاف غادي يجيني كوكيز غادي يجيني قاسح. غادي نحطها هنا وندخلها الثلاجه بما نوجد الخليط الاخر. ندخلها الثلاجه واحد شويه. يا جيتي منين انت؟ ماشي ضروب هنا. غندير الشكلاط ابيض كما قلت لكم 2 دراهم حتى هو، غاديش نديرو كله، غادي نخلي شويه باش نزين فوق. انتما ملي تقطعوه ديروه في الفريغو يكون بارد الشكلاط، ما يكونش باش ما يذوبش لكم في العجينه. صافي دابا غادي نخليه على هاد، ندخلها شويه للثلاجه بما نخدم الاخرى اللي وجدت معكم. صافي البنات هنا غنبدا نكور معكم كنكورو على هذا الشكل هكا، يكون مقاد ما يكونش شي كبير شي صغير. على هذا الشكل هكا كنكور شويه وكنضغط عليها بحال هكا. غادي نكمل كل شيء هذا اللي عندي ونرجع معكم. من بعد غادي نزيد ليه شويه ديال الشكلاط هكا، الى نقص الشكلاط نزيد ليه الشكلاط كامل الفوق.
غادي نكمل بهذا الشكل هكا ونرجع معكم. صافي البنات، من بعد ما كملتها كملتها كيجي على هذا الشكل هكا. دابا غندخلها الفران ونرجع معكم البسكوت الاخر. صافي هنا البنات دخلت الفران، شعلت الفران لتحت وخليته يطيب. هنا راه عندي الفران ديال الغاز، شعلت غير لتحت والفران يكون سخون ما يكونش بارد. صافي البنات، هنا من بعد ما نطب كوكيز كيجي على هذا الشكل هكا. غادي نخليه حتى كيبرد باقي سخون ونرجع معكم ندوز معكم الكوكيز الاخر. هنا البنات غندوز معكم الكوكيز ديال الكاكاو المر والشكلاط ابيض. غادي نكور على هذه الطريقه هكا، ندير هكا كيجي على هذا الشكل هكا. العجينه راه كنت حاطاها في الثلاجه باش ما يذوبش ليا الشكلاط، حيت هذا الشكلاط ابيض غير كيذوب، راه تيكون داك الشكلاط ديال الكوكيز ديال كيجي زوين حتى هو. قال لقيتوه ديروه، انا ما لقيتوش، استعملت غير هذا ديال 4 دريال حتى هو كيجي زوين. صافي غادي نستمر، انا غادي نكمل بهذا الشكل هكا ونرجع معكم. حتى البنات كي كيجي غادي نكمل كل شيء بهذه الطريقه هكا ونرجع معكم. صافي البنات، من بعد ما كملتو كامل بالتكوار كنعاود نزيد ليه هكا الشكلاط من الفوق، كنضغط عليه مزيان. غادي نكمل ونرجع معكم. صافي هنا من بعد ما كملتو كله غادي ندخلو الفران. الفران يكون سخون ولكن يكون ناقص، ما تجهدوش عليه الفران بزاف باش ما يتحرقش. صافي البنات، هنا من بعد ما طاب كوكيز كيجي على هذا الشكل هكا. شوف غادي نخليه حتى يبرد ونرجع معكم. صافي البنات، هنا من بعد ما برد كوكيز كيجي على هذا الشكل هكا، راه كيجي هشيش ولذيذ وسهل وما كيطلبش الوقت بزاف. هكا الوليدات مع الدخول ديال المدرسه توجدوه لوليداتكم هكا، كل صباح تبقاو تعطوهم منه، راه زوين. يلا نتمنى البنات الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي اشتراك وتشاركوا الفيديو مع الحباب ديالكم الاصدقاء ديالكم والحباب ديال اللي عندكم في الواتساب. شاركوا الفيديو مع الناس اللي عندكم في الواتساب هكا باش تشجعوني نعطيكم المزيد والمزيد ان شاء الله. نتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، انا متاكده الا جربتوها غتعجبكم. يلا بصحه وراحه البنات وبسلام عليكم.